بنوع شوي شوي ومتة لك. شو هاد؟ هذا ساي مو شاي. حطي لك ظرف ثاني حبيبتي لنقتصد. وقد شهدت الأسواق العالمية انفراجا واضحا وملحوظا، وطغى اللون الأخضر جرين كالر على تداولات الأسواق اليوم، مما يبشر بأن أزمة أقساط السيارات في طريقها إلى الحل. لدينا خبر. لحظة خبر عاجل. أفادت التقارير من الولايات المتحدة الأمريكية عن عزوف مستأجري الشقق السكنية في مختلف أرجاء العالم عن دفع أجاراتهم لأصحاب الشقق، مما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة ستسمى أزمة الأجار العقاري. كان معكم محمود زملكا من قناة أزمات.com. New Harvester.